عليا ده طول الوقت، بس بعض ساعات بيجي وقت مهرجانات يكون بس عندي شغل عندي حاجه، هو ده اللي كده. غير كده طبعا مهتمه بكل حاجه. بتوقيت القاهره ندى نون هو الحصان الاسود، يعني كان اخر اعمال طبعا الفنان الراحل نور الشريف، وبيشارك في مهرجانات عمال يشارك كل مهرجان ما شاء الله بنلاقيه موجود فيه حقيقي، وهو من اجمل الادوار كمان اللي عملها. يعني نور طول عمره كان يعني ممثل قدير متميز، بس كمان الدور ده لانه اتقدم قبل كده ان واحد يكون عنده الزهايمر، لكن هو قدمه بطريقه جميله قوي قوي. حتى الحتت اللي فيها يعني دراما جامده او كان بياخدها بخفه دم كده عشان ما تبقاش تقيله على المشاهد. ايه الاعمال تاني مثلا بتحبيها برضو الفنان الراحل نور الشريف غير بتوقيت القاهره؟ نور كل اعماله جميله حقيقي. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، هو ما عملش عمل عمره يكون مش مقتنع بيه ابدا، وعشان كده كان في اوقات يجي علينا حتى مادياتنا كانت تبقى تعبانه جدا، لكن ما كانش بيشتغل حاجه ما تردهوش، وهو موسوعه فكل حاجه كان بيعملها تحسي انها يعني بتبقى دليل على المرحله اللي اتعمل فيها اجتماعيا وسياسيا. عندك بنتين ب 100 راجل بتيهم احسن تربيه، ربنا يخليهم. الحمد لله ربنا يخليك يا جميل. ماي كانت لسه بتقولي ان لسه الشركه ان بي هتفضل موجوده، هل يبقى في ممكن عمل ممكن يكون من انتاجها بطوله برضو حضرتك الفتره الجايه؟ بصي دلوقتي عشان اكون صادقه، قوه كل حاجه موجوده بتاعته، لكن عشان اكون صادقه دلوقتي احنا لسه في اجراءات وفي حاجات وكده، ولسه احنا عندنا خطه. يعني انا صحيح بتعامل مع الحياه وكده، بس احنا عندنا خطة. بعد ساعات بنحس انا لسه النهارده بتكلم مع مي، بقول لها وانا قاعده وانا بكلم مع الناس وكده، انا بحس انه موجود، بس في حاجات خاصه بي اتكلم الله هو كان لازم يبقى موجود عشان اساله مثلا فما لقهوش فبتخض. يعني هي مرحله كده ما اعرفش هتنتهي ازاي، ما بحاول ان انا اخدها بطريقه كويسه عشان خاطر بناتي، لكن مش كل شيء بيعدي. ربنا يصبركم يا رب، ودايما هو نقول هو في مكان احسن ان شاء الله ان شاء الله، لان ما لقيتش حد ما بيحبوش، ويعني حقيقي لنا ذكريات مع فناننا الكبير لانه كان فنان ومثقف كان انسان. انا احنا سافرنا معاه كذا مره مع الوفد المصري، كنا نحس هو زي والدنا، كان بياخد باله مننا كلنا. وهو حبوب مع الخلق كله، جميل. شفناكي على يعني في الطياره سيمبل جدا، بتحبي السيمبلستي اعتقد. انا النهارده يعني عشان كده ما بحبش اروح في الحاجات دي، انا احب بس اتجنني البوردو عليكي حلوه قوي، ان ليتي مع الشال شكلك دايما قمر قطه الشاشه فعلا. ربنا يخليكي ميرسي. انت عشان اخبار الاعمال ايه بقى؟ شفناكي رمضان اللي فات، في حاجه رمضان الجاي؟ يعني اتمنى ان يكون في حاجه كويسه واعملها، بس لغايه دلوقتي لسه ما قررتش بالظبط، لكن لو في حاجه كويسه هعملها، مفيش حاجه كويسه يبقى هقعد معاك واتفرج على اللي بيطلع.